صباح الخير مختار. ها انت فين؟ انا كلمتك ولا 100 مره ما بتردش عليا. بعدين. صباح الخير يا استاذ مختار. صباح الخير. لسه المراد سال عليك مرتين. ده ليه رواق؟ لسه ما جتش. انت فين يا مختار؟ بكلمك ما بتردش عليا، رحت فين؟ ابدا، كنت بشوف حاجه كده مهمه جدا لازم احكي لك عليها. لا لا لا، حاجه مهمه ولا حاجه؟ اقعد، انا اللي عندي حاجه مهمه وعايز احكي لك عليها. مختار، انت صاحبي قريب مني صح؟ صح. طيب في حاجه حصلت امبارح لازم اقول لك عليها. اتفضل. انا بحب داليا. وبعدين؟ بحبها جامد. امبارح كنا مع بعض. ما انتوا على طول مع بعض يا مراد. ليه ليه ليه؟ مختار ركز معايا. مع بعض يعني؟ مع بعض يعني؟ معايا. وانا قررت اتجوزها. نعم. تتجوزها ازاي؟ مش دي كانت؟ كانت متجوزه. بس هي دلوقتي اسمها داليا نور ومش ممكن تبقى حد تاني. افرض ذاكرتها رجعت لها. مش هترجع لها يا مختار، مش هترجع لها صدقني. صدقك ازاي يعني؟ لو كانت هترجع لها كان حصل ده من زمان وكانت افتكرت. يا مراد داليا دي واحدة كان عندها حياة كاملة قبلك ما نعرفش عنها. ما يهمنيش يا مختار، مش مهم بالنسبة لي، أنا بحبها جامد وما عنديش استعداد إنها تبعد عني خالص. أنا أول مرة بحس بكده يا مختار، أنا راجل عكوس برضو. أنا مش عارف إذا كان هتقدر تفهم ده. يعني تخيل نفسك تصحى تلاقي واحدة عايشة عشانك، عشان يا مختار بتأكلني وتشربني وبتحميني وتديني الدواء. طب انت فاكر يا مختار لما كنا في المستشفى؟ فاكر انها قعدت اسبوع بحاله ما بتنامش والست مش منتظره اي حاجه. يا مراد الست دي ليها ماضي. نسيته يا مختار، نسيته. صدقني. اصدقك ازاي؟ صدقني انا دلوقتي كل حياتها. انا مش شايف اي حاجه تجمع ما بينك وما بينها. يا مراد مش هينفع تتجوز داليا. خلاص نفضل زي ما احنا. والناس؟ ناس مين؟ ليلى اختك، ولادك، الناس هنا في الشركة. لا 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 يا مختار، الناس دي ولا فيهم واحد اهم مني. انا اهم حد هنا يا مختار. وبعدين الناس دي عايزين مني ايه يعني؟ مستكترين عليا ان انا مبسوط مثلا؟ طب بص، انا القرار خدته خلاص. داليا دي هتبقى بتاعتي ومش هسمح لاي حد ولا اي حاجه تاخدها مني. طب بذمتك انت مش حاسس ان انا مبسوط؟ انا اتغيرت؟ طب بلاش، انت كنت جاي عايز ايه؟ لا مش مهم بقى دلوقتي. مش مهم ليه؟ ما تقول. طب اتجوزت ليه يعني؟ يعني موضوع ما يجيش حاجه جنب اللي انت حكيته. داليا ايه اللي مقعدك هنا؟ تعالي اقعدي معايا. يلا تعالي نقعد. خير؟ كنت عاوزاكي في حاجه. قولي لي. عايزه اشتري هديه لمستر مراد. وطبعا انت بما انك عايشه هنا معايا فاكيد تعرفي هو بحب ايه وما بحبش ايه وكده. بس هو عامل لي معامله حلوه قوي وجاب لي حاجات كتير. يعني فكرت اجيب له حاجه كده تفرحه. انت عايزه تجيبي له هديه؟ بس ده سؤال صعب قوي. صعب ازاي؟ انت بقالك هنا كتير يعني اكيد تعرفي هو بحب ايه. بصي مستر مراد ده اطيب راجل ممكن اقابله في حياتي، كريم جدا. هو وعيلته اغنياء قوي من زمان، الفلوس دي عندهم كتير جدا، مش مخليهم محتاجين اي حاجه. هو عمره ما دخل عليا. بس أقولك أنا هعرفك إيه أكتر حاجة ممكن تساعده. إيه هي؟ الاهتمام. إن حد يهتم بيه. كتير بيشتكيلي إن ولاده ما بيسألوش عليه وبيغيب عنه لفترات طويلة. عشان كده أكتر اتنين بيحبوهم أنا ومستر مختار. إنتي عارفة لو اهتميتي بيه هحبك جدا وكمان هتعوضي لي النقص اللي هو حاسس بيه. الواضح إن هو محتاج اهتمام. عشان هو بيهتم بالناس كلها. اقول لك على حاجه، انت من ساعه ما جيتي هنا
مستر مراد ده اتغير تماما، على طول يقوم مبسوط وبيهزر، ده بيهزر معايا انا شخصيا. انت غيرتيه خالص. Here we go. I have been following all the modification of the contract between our and your company, especially the third and the fourth terms, not to mention the $1 million penalty as per your request. Mr. Murad finds the fulfillment of the payment has to increase to 16 months. After that, it will be a pleasure to sign with your company. All right. Perfect. It was a pleasure to work with you, Mr. Murad. Pleasure is ours. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Pleasure meeting you guys. Thank you. Bye-bye. Wassalamu alaikum. Thank you. Mabruk ya Murad. Allah yibarak fik ya habibti. I'm so proud of you. Thank you. عبدالله على السلامة يا شفيق، مبروك عليك العربية الجديدة يا عم. الله يسلمك ويبارك فيك يا وزعادة، الرحلة كانت ناقصاك والله يا باشا. رحت المينا يا اخويا؟ الشغلانة طلعت سهلة يعني؟ اه والله يا مدام، بصراحة الرجالة بتوعكوا قاموا بالواجب وزيادة، وأنا قاعد على الكرسي بتاعي، الورق كله سعادتك جاي لحد عندي، ربنا يديهم الصحة. اللهم صل على النبي. دول 100,000 جنيه حق، عربيتك تستلمها بكرة، يكونوا الرجالة بس طوقوها من تراب السفر. تمام، طب ما تخلي سعادتك حبيبي. خيرك سابق يا باشا. ربنا يخليك يا رب. ربنا ما يحرمني من سعادتك. ربنا يخليك رجاله حبيبي. مش عايز حاجه؟ الله يبارك فيك، ربنا يبارك لك فيك. تسلم. تمرين في حاجه يا مدام؟ لا، هيوصلوك يا اخويا، اتكل على الله. يا غالي تسلموا لي، الله يبارك لكم. يلا يا رجاله، واحد بس والتاني يبقى معايا. بالراحه يا عمنا، نطمن بقى. تمام، برافو. مع اني ما كنتش موافق، كنتش متخيل الحركه البلدي دي هتعدي. يا باشا البلدي يوكل. يا صلاه النبي، ده احنا هنبقى اغنياء والاشياء هتبقى معدن. الغريبه بقى يا راشد، لما قلت الاجانب بره على حركه الكوك في عربيه المعاقين دي وافقوا على طول. ما الخواجات برضو بيفهموا يا اخويا والله. عام الشقاوه بقى اللي بجد، كنت باخد 500 جنيه على العربيه اللي زي دي. اول لما عرفت السكه دي ما بطلتش، والناس كانت فاكراها خدمة إنسانية. اللهم صل على النبي على الفكرة الكافرة بتاعتك يا معلم. وده يا معلم، حلاوتك يا ماستر. يلا يا اخوي يلا. مبروك علينا 5 كيلو كوكايين حلال. حلال يا راشد. اه يا باشا، مش جايين عن طريق خدمة إنسانية. اه يا ولاد.